وإياك أن تستصغر شرا تعمله، فلربما يغضب ربا ويحبط عملا ويرضي عدوا. أحبتي في الله، قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. يا مبارزا، خذ للذنوب حذرك، وتوقع عذابه بالتقى فقد أنذرك. اجتهد في تقوية يقينك قبل خسر موازينك، وقم بتضرعك وخفيتك قبل نشر دواوينك. لما سمع المتيقظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب لنزول الخوف. حقيق لمن علم ما بين يديه وتيقن أن العمل يحصى عليه، وأنه لابد من الرحيل عما لديه إلى موقف صعب يساق إليه، يتجافى بمضطجع البطالة بجنبيه. يا من قد وهي شبابه وامتلأ بالزلل كتابه، أما أن الجلود إذا استشهدت نطقت، أما علمت أن للنار للعصاة خلقت. الكلام على قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا رب، رضاك خير إلي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. عباد الله، ونحن في غمرة الدنيا التي ألهتنا بزينتها وافتتنتنا بمتاعها، وانشغلنا فيها بجمع الحطام عن الاستعداد ليوم المعاد، توالت علينا الليالي والأيام، ومرت الشهور والأعوام، ونحن مشغولون في الدنيا عاملين لها ومن أجلها، مشغولون بملهياتها ومغرياتها، غارقون في متابعة الأخبار والقنوات ومطالب الأولاد والزوجات، والانشغال بالترهات والخزعبلات، والاسترسال في الأكل والنوم وسائر الملذات، حتى قست القلوب وغفلت النفوس وجفت العيون. ونحن نشيع كل يوم راحلا إلى الدار الآخرة من قريب أو جار أو صديق. أيها المسلمون، في مثل هذه الأحوال تصدأ القلوب، وخير جلاء لها ذكر الله والتذكير به، وأفضل ما يقع التذكير بالله والوعظ به كلام الرب جل وعلا، فهو أبلغ من كلام الحكماء ونظم الشعراء وكل الكلام. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال بعض السلف: من لم تنفعه مواعظ القرآن فلو تناطحت الجبال بين عينيه فلن يتعظ.